بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب كلية الإدارة واقتصاد قسم علوم المالية والمصرفية. شباب المحاضرة السادسة، راح اليوم ناخذ الـ comparatives superlatives والsynonyms والantonymies. هذن الشباب هو راح تركز عليها المحاضرة مالتنا. طبعا الـ comparatives يقصد بها المقارنة، راح أحاول أشرحها وأنطي القوانين مالتها والتفاصيل. وعندنا السوبرلاتيفز يقصد بها المفاضلة أو التفضيل، والتفاصيل مالتها إن شاء الله راح أحاول أشرحها لكم. وعندنا هنا السينونيمز يقصد بها المرادفات، يعني نفس المعنى تنطينه. الأنتونيميز يقصد بها المعاكسات، هم راح نحكينا عليهن شوية. شنو هذه شباب؟ شباب المقارنة لما تقارن بين شيئين، comparatives يقصد بها المقارنة. إذا تريد تقارن لي بين شيئين، مثلا علي is longer than أحمد، مثلا علي أكبر أو أطول من أحمد، مثلا ندى is smarter than her brother، ندى مثلا أذكى من أخوها، مثلا هيش يعني كتعابير أنه مقارنة تقارن بين شيئين. خلي أوضح لك إياه بعد أكثر. هنا عندنا شباب، عندنا هنا خلي بحكم إياه على شكل رسم. شباب المقارنة المقارنة comparatives المقارنة الأريدة من عندك شباب هنا، بس تنتبه لي على هذه. شنو اللي راح نسوي هنا؟ المقارنة يقصد بيها إضافة يا أما ER أو more. طيب شنو الـ ER وشنو الـ more؟ الـ ER شباب إلى نهاية الكلمة أو الصفة التي تتكون من مقطع واحد. هسه راح أعلمك شنو معنى المقطع الواحد. المور بالمقارنة تضاف إلى الكلمة أو الصفة التي تتكون من مقطعين أو أكثر. طيب شنو الفرق بين استخدام الـ ER واستخدام المور هنا؟ إذا ينطيك كلمة شباب، أنطاك كلمة على سبيل المثال، نقول أنطاك long، أو خلي أشرحها أول مرة وبعدين نحشها. الـ ER تضاف إذا كانت الكلمة أو الصفة تتكون من مقطع واحد. طيب المور إلى بداية الكلمة، طبعا هاي إلى نهاية، للنهاية مال نهاية الكلمة، هنا المور الـ ER إلى بداية الكلمة أو الصفة التي تتكون من مقطعين، من مقطعين أو أكثر. طيب شنو المقطع وشنو المقطعين؟ احنا نريد نعرفهم بعد أكثر. المقطع شباب هنا إذا واحد قال لك يا أريد أعرف أنا المقطع شنو، المقطع يقصد به حرف، علة، ومنها حرف صحيح. بس راح أقول لك شنو حروف العلة، ومنها حرف صحيح. هذا كله يسمونه مقطع. المقطع هو عبارة عن حرف علة بين حرفين صحيحين يسمى مقطع. يعني إذا انطانا كلمة بها فقط مقطع واحد، معناها ايش راح تكون الإضافة مالتنا؟ تكون الإضافة مالتنا ER إلى نهاية الكلمة. طيب إذا تكون من مقطعين أو أكثر، نضيف more إلى بداية الكلمة فقط أو الصفة. خلي نشوف. طيب حروف العلة شنو أستاذ؟ بعد أكثر وضح لنا حروف العلة يا أخوان، اللي هن هنا الـ A الـ E الـ O U الـ I.
هذني يسمونه الحروف العلة، يعني أي واحد من هذني يجينا. طيب الحروف الصحيحة شنو هنا شباب؟ هذه وهذه هي جميع حروف اللغة الإنجليزية ما عدا حروف العلة. إذن بهاي الحالة وضحت بعد الجواب هنا شباب. هسه خلينا نعطيك مثال بالامتحان شلون تجينا. إذا تجينا على سبيل المثال long، قال لك يا بهاي أريدك تسوي ليها مقارنة. شلون نسويها مقارنة؟ أول ما تجي تريد تحل شو تسوي؟ تباوع على ايش كم حرف علة؟ عندنا بس الأو اللي هو هذا، شوف الأو بعد ما عندنا غيره، بس الأو هنا بين حرفين صحيحين. الأو إجانا هنا بين حرفين صحيحين اللي هو حرف الأن وحرف الأل، معناها هاي الكلمة تتكون من مقطع واحد. إذا مقطع واحد لازم إحنا عندنا قاعدة، إذا كانت الكلمة تتكون من مقطع واحد راح تكون الإضافة ER. إذن جوابنا لازم نضيف ER، ما نضيف more، نضيف ER. إذن الجواب long نضيف لها ER. انتهت. مثلا مثال ثاني، مثلا منطينة منطينة interesting interesting. هنا نفس الوضعية، تجي لي شو تسوي؟ أول ما تشوف كم مقطع تتكون هذه شباب؟ تتكون من 1 2 2 3 لأن هنا شباب هسه هذا يعتبر مقطع حرف علة بين حرفين صحيحين، هذا مقطع حرف علة بين حرفين صحيحين، هذا مقطع حرف علة بين حرفين صحيحين، 1 2 3 ثلاث مقاطع. احنا قلنا هنا إلى بداية الكلمة، هاي نضيف مور إلى بداية الكلمة التي تتكون من مقطعين أو أكثر، هذه أكثر من مقطعين هنا الانترستنج. إذن الجواب راح يكون مور، وضيف لها الكلمة كما هي تنزل انترستنج تكملة، ما بها أي مشكلة. تمام؟ زين، أكو فد ملاحظات شباب، هاي الملاحظات مهمة جدا بالإضافة، بإضافة الـ ER. يعني إحنا لما نريد نضيف ER أكو ملاحظات لازم تراعيهم. طيب شنو هذه الملاحظات؟ شلون يجن؟ شنو آلية الجواب عليهم؟ اللي قلت لكم بيهن إنه هذني لازم تنتبهوا لهم يا أخوان، لأنه بالامتحان لربما أركز عليهم. هنا شباب الملاحظة الأولى، أولا يقول الكلمة إذا تنتهي بحرف إي وعدنا الإضافة مالتنا، يعني كلمة نريد نضيف لها إضافة، ولكن هاي الإضافة يا أخوان هي إي آر، هو مو منطينا إي، إحنا أخوان ما نروح نخلي هم إي مرة ثانية ونضيف إي آر، لا. الجواب مثل ايش؟ مثلا عندنا كلمة لارج، أول ما تجي تباوع عليها تشوف ليها تكون من كم مقطع هنا شباب؟ اللارج 1، هذا بين حرفين صحيحين، بس هذا هنا أنا مو بين حرفين صحيحين، بس حرف هنا أنا 1، إذن هذا ما يعتبر مقطع. إذن هاي الكلمة تكون من مقطع واحد، ما دام تتكون من مقطع واحد إذن شو تكون الإضافة؟ قلنا إذا تكون من مقطع واحد تكون الإضافة ER. إذن بهاي الحالة راح يكون الجواب، شو الجواب راح يكون؟ large منطينا الإي هو إحنا نخليله فقط R larger تهت، لأنه الكلمة هاي أصلا تتكون من مقطع واحد. هاي الملاحظة الأولى على من؟ على حرف الإي. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية شباب شو تكون هنا؟ يقول إذا الكلمة تتكون انتهت بحرف صحيح قبل حرف علة واحد،
قبل حرف صحيح، حرف صحيح انتهت، وقبل حرف علة عفوا. راح يكرر الحرف الأخير ونضيف الإي آر، مثل يش. خلينا نشوف مثال، مثلا منطينة بيج، قل لك يابا تعال شوف لي اياها، اريدك تشوف شنو الاضافه اللي لازم نضيفها. تجي تباوع تقول انتهت بحرف جي، هذا حرف صحيح، قبل شنو؟ قبل اي اللي هو حرف عله ضمن حروف العله. الجواب، بما انه الكلمه انتهت بحرف صحيح واحد، خل اوضحها، وقبل حرف عله واحد، اذا راح يكون الجواب بهالصيغه هاي، نكرر الحرف الأخير كتبناه مرتين شوف، ونضيف إي آر. طيب بس الحين ليش ضفنا هنا إي آر؟ لأنه عندنا هذا تكون من مقطع واحد فقط، حرف علة بين حرفين صحيحين. زين تقريبا واضحة. عندك الملاحظة اللي الملاحظة الأخرى اللي هي مثلا إذا انتهت الكلمة، هسه هنا راح تختلف الموازين عندنا. شلون راح تختلف شباب؟ راح تختلف من حيث انه الكلمات اللي راح ناخذهن او الملاحظات اللي راح ناخذهن. مثلا يقول اذا تنتهي الكلمة بحرف واي، قبل حرف واي حرف صحيح، هاي اريدك تنتبه ليها. اذا انتهت الكلمة بحرف واي وقبلهم حرف صحيح، لازم بالحل شو نسوي؟ يقول هنا لازم يكرر شباب، العفو، يقلب، هاي انتبه لهاي الملاحظة، يقلب حرف الواي المن إلى آي ونضيف الإي آر. طيب هسه هنا من راح يصير عندنا من تقلب، تختلف خو الموازين هنا، يعني خو ما تبقى كما هي. طيب استاذ شلون هذا يصير؟ بالله وضح لنا بعد اكثر. انا اقول لك شلون يصير. مثلا عندنا على سبيل المثال، اعطيكم كلمات شويه سهله. مثلا عندك هابي، هابي شباب، هابي هابي بيش انتهت؟ انتهت بحرف واي قبل حرف صحيح. طيب اذا نريد نسويها مقارنة، اول ما تجي تشوف كم حرف علة بيها بس حرف علة واحد بين حرفين صحيحين، معناها مقطع واحد، معناها الاضافة اللي لازم نضيفها نضيف لها اي ار. بس لما نريد نضيف الاي ار هنا اكو ملاحظات بداخل اضافة الاي ار، اللي هي هسه هنا شو يكون الجواب؟ بما انه انتهت بحرف واي وقبله حرف صحيح، الجواب يكون هابي هابير، قلبنا حرف الواي الى اي وضفنا اي ار. طيب سؤال ثاني، مثلا عندنا دراي، نفس الوضعية، الكلمة بيش انتهت شباب؟ انتهت بواي، قبل شنو؟ قبل حرف الآر حرف صحيح، إذن الجواب راح يكون تقلب حرف الواي إلى آي ونضيف إي آر. مثلا بعد عندنا ليزي، معناها كسول، نريد نسويها مقارنة، هم تتكون من حرف صحيح واحد، العفو، حرف واي وقبله حرف صحيح، إذن ليزي ليزير، هيك تكتب. زين الملاحظة الرابعة شباب شو تكون هنا؟ الملاحظة الرابعة يقول لما تنتهي الكلمة بحرف واي بس قبل حرف الواي، هنا أنا حرف علة، وحروف العلة ذكرتهن لكم هنا شباب، حروف العلة اللي هن هذن، هذه حروف العلة، شو راح يقول يكون الجواب مالنا؟ لا تقلب حرف الواي، فقط نضيف الإي آر. طيب مثل إيش؟ مثلا عندك جراي، هي صح انتهت بحرف واي هنا
ولكن شنو قبل واي؟ قبل الواي اي. إذن بهاي الحالة شباب، يعني حرف الواي انتهت فيه وقبل حرف علة، الجواب شو يكون هنا؟ صير gray، بس نضيف اي ار بدون ما نقلب اي شيء. زين هسه هذا معقوله؟ بس هذا يجي واحد يقول هذا شلون يجي؟ احنا قلنا تجينا على شكل اختيارات، على شكل اختيارات، بس شويه بها صعوبه. اكو شواذ، اي شباب اكو شواذ بهذا الموضوع، ما نضيف اي ار، اللي هن بس هذن الكلمات اللي راح اذكر لك اياها الموجودات عندكم، راح اخليك اياها شباب، ومهمات جدا مهمات ما بهن كل مجال، اللي هي مثلا الجود راح اكتبهن هنا شباب، وحاولوا تاخذوا لهن سكرين. جود بالمقارنه تصير بتر، هاي النقطة الأولى، يعني ما ضفنا اي ار كلها تغيرت الكلمة. الفار صير فارذر، فار فارذر. عندك الباد صير ورس اور ورس، يعني باد سيء، ورس الأسوأ من، هيك يصير معناه. عندك الماتش والمني، الماتش والمني، دهن اثنيناتهم المني يحولن الى مور. بعد عندنا الليتل، تصور ليتل ما اتذكرها بالضبط، الليتل تصير لس. هذا اهم ما في الموضوع شباب، هذا تقريبا المقارنة كملناه ما بيك المجال. اكو ملاحظة جدا 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 مهمة يا اخوان، هاي الملاحظة ما بيها كل مجال، يعني اريدكم تركزوا لي فقط عليها شباب، مرات ينطيك فراغ بس ركز لي عليها، او ينطيك قوسين، اذا انطى بعد الفراغ او القوسين كلمة ذان، هاي شباب مهمة جدا، يعني ما بيها كل مجال. إذا أنطانا كلمة ذان بهاي الحالة شباب، ضروري جدا أنه نستخدم، ضروري جدا أنه نستخدم هنا مقارنة. هذه خليها بالحسبان، يعني أنت عرفت المقارنة، لأنه المقارنة قلنا هي إضافة الـ ER والمور إلى إلى بداية المور، إلى بداية الـ 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 الكلمة أو الـ الصفة، والإي آر إلى نهايتها. طيب أستاذ شلون بعد وضح لنا أكثر؟ خلي أوضح لك أكثر هنا شباب، أو هي واضحة، لأنه إحنا شباب هسه لما تلقى الذان بالتوضيح قول هنا يا أما الكلمة نضيف لها إي آر أو نضيف لها مور، يعني أما نضيف لها إي آر لنهايتها أو نضيف لها مور لبدايتها، إيش تجي الصيغة مالتها؟ زين هسه هذا الحكي كله شباب فيما يخص الكمباراتيف المقارنة. التفضيل السوبرلاتيفز، خلينا نشوف شنو هذا التفضيل يا اخوان. المفاضلة سوبر لاتيفز يلي ما ادري اعيد لكم اياها هنا كلها اكتبها، ما ادري يلا خلينا نخليها سوبرلاتيفز المفاضله. المفاضله شنو هذه شباب؟ المفاضله هي اضافه الاي اس تي الى نهايه الكلمه، للنهايه، او اضافه المور الموست عفوا إلى البداية. يعني لو نضيف النهاية الكلمة EST أو نضيف لها MOST، واحدة من هذني للصفة. زين هذا شو وقت نضيفها وهذا شو وقت نضيفها؟ خلينا نشوف شو وقت نضيف الموست النهاية الكلمة، شو وقت نضيف العفو الـ EST نهاية الكلمة، وشو وقت نضيف الموست لبداية الكلمة. عندك هنا نضيف شباب، نضيف الـ EST إذا تتكون الصفة يعني أو الكلمة
منين؟ من مقطع واحد. إذا مقطع واحد، وأنا قلت لكم مقطع واحد شنو معناه؟ مقطع الواحد يعني حرف علة بين حرفين صحيحين يسمونه مقطع. هاي إذا تتكون الصفة من مقطعين. أو أكثر. زين. مثل إيش؟ خلينا نأخذ أمثلة شباب على هذا الحج. مثلا عندنا، أنا شرحت لكم فوق تلقونها شنو الفرق بين المقطع الواحد وشنو الفرق بين المقطعين. هسه مثلا تجي لي على كلمة careful، هنا إيش كم مقطع عندك؟ هذا حرف علة بين حرفين صحيحين، هذا مقطع. حرف علة بين حرفين صحيحين، هذا مقطع ثاني. حرف علة بين حرفين صحيحين، هذا مقطع ثالث. إذا هاي الكلمة تكون من ثلاث مقاطع. إذا أريد أسويها مفاضلة، شو راح يكون الجواب؟ الجواب must، وتجيب هذه الكلمة وتخليها وراها careful، انتهى الجواب. مثال ثاني، مثلا عندك منطيق wonderful، تجي تحسب مقطع بين حرفين صحيحين، هذا مقطع واحد، هذا مقطعين، مقطعين صارت عندنا هنا ثلاث مقاطع. قلنا المقطع حرف علة واحد بين حرفين صحيحين. الجواب شو راح يكون؟ ما دام أكثر من مقطع، ننزل most قدام الكلمة وتجيب الكلمة كما هي تنزلها بعدها. wonderful، انتهت. زين، أكو ملاحظات شباب، نفس الوضعية اللي ذكرتها سابقا، أكو ملاحظات لازم تنتبه لها. شو وقت عند إضافة الـ EST، يعني الكلمة لما أو الصفة لما تكون من مقطع واحد، إحنا مو نضيف نهايتها EST، أكو ملاحظات من نريد نضيف الـ EST. مثل إيش؟ الملاحظة الأولى شباب، إذا الكلمة تتكون تنتهي بالحرف E، عند إضافة الـ EST نخلي فقط ST. يعني مثل إيش؟ نفس الوضعية اللي ذكرت لك إياها أنا من ساعة. مثلا large، أول ما تجي تريد تحلها تسويها مقارنة، تقول إيش كم حرف علة بها حرف علة واحد بين حرفين صحيحين. هذا ما يعتبر حرف علة، ما يعتبر مقطع، لأن صح هو حرف علة بس مو بين حرفين صحيحين، بين فقط حرف علة واحد يكون هذا. الجواب لازم نضيف EST. لما نريد نضيف EST هنا، هو منطينا حرف الـ E، الجواب تنزل الـ large ونضيف لها فقط من يمنه ST، انتهى الجواب. مثلا عندك كلمة wise، حكيم، تكون من مقطع واحد، هذا لأنه بين حرفين صحيحين، إذن لازم نضيف EST بالمقارنة بالمفاضلة. الجواب هنا ايش راح يكون شباب؟ ننزل الوايز وقلنا فقط نضيف الST، تكملة مال EST. مثلا عندك تيم أو برايف، أو برايف عفوا، مو برايف، برايف، نفس الوضعية، تكون من مقطع واحد لأنه حرف علة واحد بين حرفين صحيحين. الجواب brave، ونضيف st من يمنه st، هاي انتهينا من عندها. زين، الملاحظة الأخرى شباب، شو تقول؟ تقول إذا الكلمة تنتهي بحرف صحيح، ملاحظة اثنين، كلمة انتهت بحرف صحيح بس قبل منها حرف علة، ايش راح نسوي؟ لازم يكرر الحرف الاخير. مثل ايش؟ مثلا عندنا فات، كم مقطع؟ مقطع واحد، ايش نضيف له لازم بالمفاضله؟ نضيف له EST. طيب اذا اريد نضيف له EST، انتهى هو بحرف التي، حرف صحيح بس قبل حرف عله واحد، لازم يكرر حرف التي ونضيف الاي اس تي. الجواب شو يكون؟ يكون فات فاتست،
هيك يكرر حرف التي. مثلا عندنا وات رطب، نفس الوضعية، انتهت بحرف صحيح واحد وقبل حرف علة واحد، وبما أنه مقطع واحد لازم نضيف إس تي، بس يجب أن يكرر الحرف الأخير، صير واتست. زين، مثلا عندك فت، أو عندك مثلا ثن، نفس الشيء شباب، الثن صير ثنست. مثلا عندك بيك، بيجست. زين، إذا انتهت الكلمة شباب بحرف صحيح واحد، هسه الملاحظة ثلاثة، إذا تنتهي عفوا بحرف واي وقبل حرف صحيح، لازم يقلب حرف الواي إلى آي ونضيف الإي إس تي. طيب مثل إيش؟ مثلا عندنا هابي، انتهت بحرف واي وقبل هنا أنا حرف بي، حرف صحيح، إذن الجواب يكون هابي هابيست. شوف، قلب حرف الواي إلى آي وضاف إي إس تي. مثلا عندك دراي، نفس الوضعية شباب، الجواب درايست. مثلا عندك يعني نفس الوضعية، ما بيها فد مشكلة. الملاحظة اللي بعدها، الملاحظة الرابعة، مو الملاحظة الرابعة شباب، شو تقول؟ إذا تنتهي الكلمة بحرف واي بس قبل هنا أنا حرف علة، هنا ما يقلب، فقط نضيف إي إس تي، يعني تبقى الواي. مثل إيش هنا؟ مثلا عندك جراي، شوف صح انتهت بواي بس قبل حرف علة، الجواب يكون هالشكل هذا، صير جرايست. طيب اكو بي شواذ هذا الموضوع؟ اي شباب موجود الشواذ، مهمة جدا، اللي هن شنو الشواذ مال هذا الموضوع شباب؟ بالضبط نفس ذاك الكلمات بس تختلف هنا، اللي هي مثلا عندنا الجود ما تصير بتر، تصير بيست. هنا الجود ما نضيف لها اي اس تي، لا تختلف كلها جذريا، تصير بيست الافضل، الفار صير فارثست، عندك الماتش والماني، عفوا الماتش والماني، هذين الاثنين شو يصير؟ يصير الموست. الباد صير ويرس worst، وعندك الليتل صير last. زين، هاي كل ما يخص هذا الموضوع. اكو ملاحظة مهمة جدا، اللي هي شنو شباب؟ اللي هي اذا انطاك فراغ، اذا انطاك فراغ بين قوسين، أو انطاك كلمة بين قوسين وانطاك كلمة they قدامها، قول يجينا هنا بالمفاضلة، يعني أما أضيف له EST نهايته أو بدايته most. هذا الشباب فيما يخص المقارنة والتفضيل. هسه احنا هنا أخذنا هذا الكلام كله في سبيل نوضح هذا الحكي هنا اللي موجود كله. هنا عندك شو منطيك؟ much these questions and answers. Do you like soul music؟ هل تحب الموسيقى الروحية؟ هاي لازم yes I do أو no I don't. هاي سؤال سمونه سؤال قصير، جواب قصير. What is soul music like؟ شنو اللي تشبه ال it is sad or it is beautiful؟ يا أما حزينة أو جميلة. هاي هيك مجرد لله. هاي هنا شباب هذا يعبر عن كل الحكي اللي حكيناه قبل شوية، مال المقارنة والتفضيل، الأولد شو تصير، النيو شو تصير، بزي شو تصير، الفني شو تصير،
مع المقارنة والمفاضلة. هو كاتب لك هنا What are the comparative and superlative form of the following adjectives? What are the rules? الرولز والحكي كليته شباب حكيناه هسه بالشرح هذاك الرسم. زين old مثلا بالمقارنة older، بالمفاضلة oldest، new newer newest، busy busier busiest، funny funniest funnier، big bigger biggest، sad saddest sadder، وهكذا شباب كلهم ذكرتهم بالتفصيل قبل ما نخلي جاي. عندك هنا هاي منطيك اياها type of holiday، انواع العطل. عندك العطل شباب اللي ذاكر لك اياهم هنا مثلا skinning، skinning يقصد بيه التزحلق، beach يقصد بيه على الشاطئ، sightseeing يقصد بيه المناظر الطبيعية او الـ يعني شلون نسميه احنا مناظر العامة، كامبينج يقصد بها التخيم يعني هذا لما واحد يروح المكان ونصب له خيم وهيك شيء، تايب اوف فيلم انواع الافلام، كوميدي كوميدي، ثريلر يقصد به المثير، وعندنا ساينس فيكشن خيال علمي، رومانس رومانسي، تايب اوف ميوزك انواع الموسيقى، الجاز والراب والكلاسيكال والروك، هاي واضحة. زين عندك هذه شباب للقراءة مالنا دخل بيها، هذه مالنا دخل بيها شباب. عندك الفور والسنس، أنا الفور والسنس المحاضرة أثناء المحاضرة شرحت عليها وقلت لكم يابا هاي شلون تجينا وشنو آلية الإجابة عليها وشرحتها بالتفصيل، يعني حتى اكو كلمات معينة حكيت لكم اياها فيما يخص مثلا شلون نختار الفور، شلون نختار السنس، شنو التركيبة مالتهم، بالاضافة الى انو انتو تعرفون الفور والسنس، الفور تستخدم للتعبير عن المدة، السنس نفس الوضعية ولكن مو نفس يعني محددة يعني شلون بداية المدة. أنا إيش منطقكم يا شباب؟ خلي أوضحها لكم هنا. فتحنا فت صفحة جديدة. شباب الفور أكو كلمات معينة تستخدم وياها. هاي الكلمات لما تشوفها أقول هذا لازم نستخدم فور. اللي هنا شنو هذه الكلمات؟ كلمات second minute second ثانية minute دقيقة hour ساعة أو hours ساعات. عندك day اليوم، عندك الويك الأسبوع، المونث الشهر، year السنة. هذني شباب لما نيجنة نستخدم الفور. كذلك بعد عندنا long time، هاي تستخدم وياها الفور، short time تستخدم وياها الفور، ago تستخدم وياها الفور، باقي شباب التعابير تستخدم وياها السنس. هاي كمختصر مفيد، انا بما انه منطقكم اياه كواجب هذا فما راح احله، راح انتظر الاجوبه مالتكم ومن خلال هاي الملاحظه اللي اعطيتكم اياها بعد وضحت تعرفون هذا المن ويا من. هاي هسه مثلا فور اير بعد واضحه ليش، لان اير موجوده ضمن الكلمات اللي منطقيها هناك. زين سينس اوغست هنا ما دام اوغست منطقيها لازم نختار سينس لانه ما موجود ضمن هيك كلمات. اي واز ستودنت since I was a student مثلا هيك، هسه ما اريد احل انا لانه راح ياثر على الواجب مالكم. هذا كل ما يخص شباب المحاضره مالتنا لهذا اليوم، اتمنى لكم ان شاء الله الموفقيه. هاي ان شاء الله هاي التكمله شباب هنا، راح على الدرس القادم راح اكمل لكم اياها المحاضره السابعه. تحياتي لكم وان شاء الله الموفقيه والنجاح لكم.